طيب يا إذا فندم، بصابي. يعني في بعض الحالات وفقا لتقدير حضرتك كانت اكيد محتاجة عناية خاصة او رعاية خاصة من الناحية والله الطبية. العناية اللي كانت موجودة في مستشفى الدمرداش، وهي مستشفى جامعي، وخليني أقول إنها يعني كليتي وجامعتي، كانت أكثر من رائعة، والناس كلها كانت واقفة وبتقدم خدمة رائعة، وتواجد وتدخل سريع. ومع إن إحنا رحت بعد يعني بعد التفجير ما كملش ساعة إلا ربع، كانوا صحيح كلهم متواجدين، صحيح. كلهم متواجدين. طب هل في يا فندم يعني اصابات كانت تحتاج الى تخصصات معينه؟ ايه كل اكتر؟ التخصصات كانت موجودة، جراحة المخ والأعصاب كمان كان الدكتور عماد غانم موجود، كل التخصصات الحرجة كانت موجودة، كلها كانت موجودة. وبعدين رحت لدار الشفاء، برضو دار الشفاء كان فيها كم من المصابين مش قليل، كان فيها 9 حالات من مصابين، وكانت في ساعتها انا ساعة ما رحت كانت الحالات فعلا بيتم إجراء العمليات الجراحية فيها، والتقيت كان في دكتور أستاذ جراحة صدر موجود، واستاذ واثنين اساتذه تخدير واستاذ جراحه عامه كان موجود، كلهم كانوا شغالين الحقيقه، وكانت الامور يعني جيده. الصور اللي حضرتك جبتيها دي مع الدكتوره غاده والي الوزيره، وكان معانا كمان وزير التعليم العالي الدكتور اشرف الشيحي، ووزير التنميه المحليه الدكتور احمد زكي بدر، دي كانت الساعه 4 لما رحنا المره الثانيه. يعني كانت بتقدم خدمه صحيه جيده في المستشفيتين، والجلاء العسكري فتحت ابوابها مباشره واستقبلت 5 حالات. كلنا في الخدمه الطبيه سواء، كلنا واقفين، وانا عرفت ان كمان مستشفيات الشرطه كانت فاتحه ابوابها، الحالات كلها راحت للدمرداش ودار الشفاء لان هم كانوا اقرب ما أقرب. يكون للحادثه او للموقع. صحيح صحيح. بعد كده جزء من الحالات راح الجلاء وطلبوا ان هم يروحوا الجلاء، والحقيقه كانت في مستشفى الجلاء العسكري من ساعه الوقوع الحادثه، وانا على تواصل مع اللي هو مصطفى ابو حطب رئيس اداره الخدمات الطبيه في القوات المسلحه، واللي هي بهاء زيدان مدير مجمع الطبي في القوات في الجلاء، ومباشره اول ما بعض المرضى طلبوا ان هم ينتقلوا انتقلوا، كلنا واقفين طيب يا فندم، في مصابين. أعداد معينة خرجت من المصابين؟ كان عندنا 50 مصاب، هل في لا حد الحقيقه ما فيش حاجه خرجت لسه ما فيش حاجة خرجت؟ الواقع، لا الحالات كانت يعني فيها إصابات شديدة ومفيش حاجة خرجت. يعني البيانات اللي بتنشر إن في عدد من الناس خرجوا ده غير صحيح. لا لا يا فندم، أنا بدي في سعادتك البيانات مظبوطة، ده آخر بيانات عندنا بالظبط كده. و23، لأن في ناس يا فندم حضرتك عارف بقى يعني بيقعدوا يحطوا لا أرقام. هم الوفيات 23 بالظبط، 23 حالة وفاة، 50 إصابة زي ما أنا قلت لك. يعني انا عارفه حضرتك كويس قوي، وعارفه ان الامر لو يستدعي ان حضرتك شخصيا، وحضرتك من جراحين العظام المشهورين في مصر، هتدخل بنفسك وتعمل كل حاجه، انا متاكده في هذه الإخوة اللحظه والله الصعبه. عاملين والزملاء عاملين يعني زيادة عن ما كنت أي حد يتعملها. بقول لحضرتك أنا قابلت رئيس قسم جراحة العظام الدكتور هاني حفني بنفسه جوه، رئيس قسم الجراحة موجود الدكتور أحمد عبد العزيز، جنبه دكتور خالد الفقي أستاذ جراحة لا يقل عنه قدر أنا أصغر منه بسنة أو سنتين، يعني كل الأساتذة على أعلى مستوى. دكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس كان واقف وسط الناس. مرة أنا تانية وعايز أقول لسيادتك زي ما سيادتك بتقول، دي مصر ودي بلدنا، وإحنا كلنا واقفين وحوقفنا قبل كده كتير، وهنقف وهنواجه الإرهاب وهنواجه أي حد بإذن الله. صح يا فندم. أنا بشكرك معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة المصري، وزي ما طمن حضراتكم كل الرعاية بتقدم لإخواننا المصابين الآن، ووفقا للبيان الرسمي عشان حاجة ما تسمعوش من أي حاجة، وزير الصحة على الهواء هو بيقول حتى الآن الأرقام الرسمية 23 شهيد و50 مصاب، لن يخرج منهم أي أحد من المستشفيات لأنهم بيتلقوا العلاج في مختلف المستشفيات.